مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ وياكم مصطفى من ألمانيا. جيتكم حلقة جديدة اليوم، وهي للأسف عنوان الحلقة العنصرية بألمانيا. طبعا هواي أكو ناس سألوني عن العنصرية اللي بألمانيا، يعني إذا كان موجود هنا عنصرية في ألمانيا أو ما موجود. فأنا كتبت على العنصرية بالويكيديا وكتبتها هنا عندي بالورقة، راح أقرأ لكم تعريف العنصرية اللي مكتوب بالويكيديا، اللي هو مكتوب الاعتقاد بأنه هناك ظروف وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراتهم لانتمائهم عن جماعة أو عرق ما، بغض النظر عن كيفية. انتبهوا للجملة اللي راح تجي الجاية. بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق، وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا. طبعا هنا الويكيديا حاطت لنا أمثلة، مثلا العزل العنصري ضد الأفارقة السود اللي بأمريكا، وحاطين هنا الحركة الصهيونية ضد العرب مثل فلسطين، وهنا حاطين حركة معاداة السامية ضد اليهود في أوروبا والعالم، وهنا كاتبين همات العنصرية ضد المسلمين في أمريكا والغرب. أصدقائي، العنصرية بألمانيا هنا عنصرية، شلون أقول لكم إياها؟ يعني راح أعطيكم أمثلة مثلا، وأنتوا على هاي الأمثلة راح تعرفون جوابي. يعني مثلا أنت بالقطار راح تصعد، مثلا تشوف بالقطار مثلا قاعدين ألمان، ومثلا يمك الكرسي اللي بصفك بألماني، خلينا نقول مثلا القبالي بواحد ألماني مثلا بواحد فارغ. فإذا جت مثلا وحدة لابسة حجاب وجبة وقعدت، طبعا وجهها ما مغطى، إذا وجهها مغطى فهي مشكلة، يقومون كلهم، بس إذا ما مغطى فراح يقوم راح يبغون عليها هيتشي من فوق الجو باستهزاء، ويقوم مثلا ألماني، مو كلهم بس أكثريتهم، ويروح يقعد هناك. يعني هذه اسمها عنصرية. أو مثلا أكو يعني شيء صار وياي، مثلا كنا فد يوم نشتغل بمكان، أو أني وكان وياي واحد مدير مال المكان وواحد ثاني يشتغل وياي كان من فرنسا. فالمدير دز هذا اللي من فرنسا قال له روح قل لذاك الشخص، قل له إيش وقت إحنا نلتقي، سوي لنا موعد إيش وقت. فراح الفرنسي يريد يشوف يسوي موعد، فذاك قال له اليوم الموعد. فهذا الفرنسي مثلا رجع للألماني اللي أنا كنت أشتغل وياه، قال له يقول اليوم الموعد. فالألماني صار عصبي كلش على الفرنسي، وأنا طبعا تعجبت جدا من جوابه للفرنسي. طبعا هو قال للألماني، قال للرجال، قال اليوم احنا راح نلتقي. فالألماني صار عصبي وقال له شنو انت تعتقد روحك انت بفرنسا، احنا بألمانيا، شنو اليوم؟ يعني يكون اليوم بالليل، يكون اليوم العصر، يكون اليوم الظهر، غير اكو وقت، احنا هنا بألمانيا عندنا وقت ونظام، ماكو يعني هيك شيء. فانت لا تعتقد روحك بفرنسا وانما انت بألمانيا. فهي مثلا الألمان هيك يسوون، يعني عنصريين شويه. بالنسبه لي هو عنصريين مو شويه. يعني مثلا العرب مثلا يعتبروهم اللاجئين، طبعا مو بس العرب، يعتبروهم متوحشين ويكسرون كل شيء هنا بألمانيا موجود وكذا. يعني هم عندهم شويه حق، لان اذا تشوفون هنا الجرائم تدصر هوايه، اللاجئين يسوون جرائم هوايه مال القتل وهالسوالف، وحتى الالمان هم ما يقتلون لاجئين وكذا. يعني عنصريه موجوده هنا دائما موجوده. يعني اذا يبيعون واحد عربي مثلا يبيعوا له شيء باستحقار مثلا بعض المناطق، مو بكل المناطق. طبعا اكو سلبيات هواي، يعني هي اللي قلت لكم بها على الالمان. اكو مثلا يعني اذا عرف اسمك مثلا اسمي مصطفى فشوي ينزعج، ليش اسمي مصطفى؟ يعني للاسف يعني مسلم وراح تسوي لي مشكله، راح تقتلني وهيك. يعني هذا يعني شلون اقول لكم، نازيه هنا اكو نازيين هواي، بس مو كلش عنصريين. يعني اكو عندهم همات شغلات ايجابيه، مثلا يسوي لك حفله، يسوون هواي. انا من رحت للمناطق مال اللاجئين الهايمات، شفتهم مسوي لهم حفلات حلوه،
للناس يعني للاجئين، مسوي لهم حفلات ومسوي لهم اكل وشرب وكذا. هاي بعض الالمان مثلا، عندك اكو المان مترجمين يترجمون ببلاش للاجئين، يعني يحبوهم. يعني مو كل اللاجئين عنصريين، الالمان عنصريين، اكو بيهم عنصريين واكو بيهم مو عنصريين، بس الاكثريه عنصريين للاسف. يعني بقلبه مثلا يحبك بس بقلبه يكرهك، بس بالخارج يحبك للاسف. يعني عندك مثلا شلون اقول لكم اياها، قلت لكم بالشارع يباوع عليكم مثلا باحتقار، او الاسم او الاسود مثلا يشوفوه شويه هم يحتقروه. شلون بامريكا نفس الشيء، الدين عندهم مشكله، اكو ناس هنا ما تحب الاسلام تكرهه، يعني حتى تسبب مرات الى القتل. وطبعا اكو ناس هم يعني تكره الاسلام واليهود والمسيح وكل هالاديان، يعني هذا الشيء عندنا بالمانيا. طبعا اكو ناس يعني مو بس تكره الدين، وانما تكره واحد اسمه عربي، او تكره واحد يعني لاجئ اسمه لاجئ. هذول النازيين مثلا، هذول عندهم مشكله كلش كبيره ويا اللاجئين للاسف. بس احنا يعني هم شنو لبالهم؟ لبالهم يعتقدون انه كل اللاجئين اللي هنا بالمانيا ياخذون راتب من هذا الجوب سنتر، اللي هو هذا احنا ندفعه. يعني الناس اللي تشتغل السنه اشتغل، لانه فانا قلت احنا الناس اللي تشتغل فهي تدفع الضرائب، وهذه الضرائب تروح لشيء اسمه الجوب سنتر، والجوب سنتر يدفع للاجئين اللي ما يسوون كل شيء، بدون كل شيء يجي هنا يقعد يتونس، والناس والجوب سنتر يعطي فلوس. فالالمان يضجون هيك شيء، يعني حتى توصل القتل ويضربه كتلة، لأن شنو تقعد انت هنا 5-6-10 سنوات تاخذ فلوس؟ وشنو دولة مال أبوك مال خلفوك؟ فأكيد يعني مو زين هالشي. فهم مو كلش عنصريين يعني، بس تعرفون انتو بعد هتلر هنا وهي نازية هنا بدت، فأكيد اكو هواي اكو نازيين موجودين. فيعني اذا هو يعني شلون اقول لكم، واحد لازم يكتب هنا على جسمه اني مو جوب سنتر وانا قاعد اشتغل، حتى شنو حتى يحترموه؟ بس شنو الفائدة؟ الألمان يظلون هيك للأسف. بس أنت يعني لازم تشتغل وتكون روحك وتشوف لك سيارة وكذا، وتكافح هالشي، ظل تكافح هالشي تكافح هالشي لمن الله يسهل ويشوف شي يصير. وإلا هم يظلون يعني عنصريين وكذا، بس شو تسوي؟ لازم واحد يتماشى ويا الوضع. طبعا بالخارج ما حد يعرف هالشي، يعني مصر والعرب والكذا وتركيا والدول البقية، بس من تجي لألمانيا راح تحس بهذا الشيء. حتى لو إذا تجي سائح ما يفيد، يعني لازم تعيش هنا يلا تحس بهالشيء. بس قلت لكم مو كل الألمان، يعني أنا عندي واحد صديقي مثل الأب إلي، والله محترم جدا ويساعد اللاجئين ويدفع فلوس من عنده ويوكل ويشرب ويروح ويجي وياك ويساعدك وكذا. وأنا هم راح أصيرك إن شاء الله بعدين أساعد هم اللاجئين اللي يجون جدد، أو اللي جايين قبل بس ما يدوا مساعدة محتاجين. فيعني إن شاء الله أصدقائي تعجبكم هذه الحلقة مال اليوم. وطبعاً أصدقائي اللي يشوفون جديد، يعني اللي تشوفون جديد بهذه الحلقة الشمس عمتني، فلا تنسون اللايك والاشتراك، وهذه الحلقة يعني تشاركوها ويا أصدقائكم وعلى الفيسبوك. وطبعاً هذه القناة مالتي، بس تريدون تكتبون من داخل ألمانيا راح تلقون القناة، وهي هسه مثل ما تشوفوها على الفيديو، او تكتبون هذا الكلب مال هذا الولد اليمي جاني، اجى الكلب يمي. اي اصدقائي، فلا تنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم مصطفى من ألمانيا، السلام عليكم.